وأحلامي في كل مكان. يا صوت بقلص بيتلاشى مع الأيام ولا الأحزان بتتناسى ورا النسيان. الله والنبي عسل، وانت عسل وشعرك عسل. ياه يا صابر، ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك، بعد الجواز الكلام بيمسخ. قول لها يا غندور بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي ابقى واطي. ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت الهي تتشكى بعيده. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رميه. اشك. البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا؟ انا مش لعبه معاكم. قرف ده. خف النار شويه يا لولا بخلص. ما كفايه شرب بقى، صدرك هيغلق. ايه؟ صدرك هيغلق؟ على اساس ان عندي حفله الصبح؟ دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليه يا صابر؟ فاروق جاي له قرشين اليومين دول وهخليه يكتب عليك. ولا ايه يا رواق؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي. هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه، وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماينا مش خليتيني اصدق. دفري الواد تحت ايدي، لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. نطيت من السور، دخلت من الشباك، ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم؟ جدا جدا، انت مين قال لك؟ انت خويه الملاحظه، تعالي بقى نتسايق. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قالي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول ماضي وايلول حاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانه زيه برضو؟ اوه حبيبي اشتقت لك. طيب انا اهو، ايه رايك؟ اتفضل يا باشا. في حياة الله يا باشا. القهوة اللي فيها عند الشيخ اللي قاعد هنا. يا كوكا يا كوكا يا جوجل كوكا كوكا جوجل. يا دي البهجة اللي انت بها دي، مقابلني بباريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتافك كده ومعوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جيتش موت خالي خالي خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يا عيل غلس، عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جراجو قلبك وريا. بجد وحشتك؟ وحشتيني ايه؟ وحشتيني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبعدين بكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي، وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شحها في السجن، وانا عايز اعرف انت شقتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. إلهيك حيبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟
هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفاية لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللوت ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر البرايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ بنفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو! سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه. الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن احبائي في الله نعمل بهذا التكليف، ام لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من امور ديننا الحنيف؟ الامانه ضاعت بالناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كل لسه بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسيبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، وإيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ الهرة جابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب. يا اخي ده عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه؟ مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني؟ فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية. عنده قطعة آثار عايز يهربها برا. أنت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وإيه اللي مطلوب مني؟ تسلمهولي. إزاي وأنا بالزرقة؟ هقف جنبك. يا باشا أنا آخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الأطول. اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة. وصفحة ثوابك دي هتبقى بيضة زي الفل. والثلاث سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه. طول ما انت يا باشا في الخدمه العبد الله في الخدمه. بس الزرقاء. بس جات لي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه استئناف. بصير هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما اسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، ده حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد. أهزار تحول فجأة الجد وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لسبت قصدي لحد. ماشي خد عفر السيجارة دي. ما بدخلش. مسك نفسك يا ابني شوية.